شعاره والمحبة غيته واغلى وتاده في حياتك دسمة بأحلى عبارة في حياتك دسمة بأحلى عبارة يا عزوة المليان. عبد الله تعال 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 المطبخ تعال والله اني قريت تعال 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 يمكن تموت تعال ها يمكن تموت الله يقبض روحك طيب خلاص طيب والله قريت ترى ما صالح والله قريت والله بتخيلني رب واحد جيت الجنة الجنة بالآلاف رب الآيات اللي قريت فاهم الموضوع غلط اخوان الضرب معك يلا تعال العافية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس لا لا تبي زين عبد الله بس خليه يبتلي الشيخ سعد يلا عشان اليمين لا لا ابدا زين سم يلا ابدا صفحة للذكرى دوسري ستأكد يا شباب يا أيها ولو أين امرأة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أن تعدلوا أن تلووا أو تعرضوا وإن تلووا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا جزاك الله خير جزاك الله خير تفضل سعد يا أيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم لم يكن الله إذا قبلها كسرة ترقق الله صالح تعال درس عني تعال قم درس عني ما قال كلمة كاملة لا يا أخي فيه في ضمة لا ما في ضمة شوف النون الله. النون تحتها كسرة إذا النون تحتها كسرة لم يكني الله إذا الحرف الله اللي قبل الله اللي قبل الله لا معليش أحمد والله سؤال أنا بعتزل التدريس وأنت لا مو مسألة تعتزل والله إني صادق لم يكن الله لأن ما قبل لفظ الجلالة كسر ترى والله شوف هذا يضحك أنا لا تقول شوف مالك شر يا السبب شف. لفظ الجلالة بقول لك يا صالح لفظ الجلالة إذا سبقه فتحة أو ضم يفخم يعني الله إذا سبقه كسر شو يصير فترقق الآن موجود لم يكن الله النون شو فيها كسرة يعني شنو يعني لفظ الجلالة شنو؟ مو مضاحك طيب الله يجزاك خير بس على كلام بس أنا لأن أنا كنت مشغول في شغلة لكن جزاكم الله خير مشكور على التنبيه في حين كلام عبد الله نجيبان في قضية الشخص أنت سألتني صح الصف اللي ورا بتكملش سألتني صح الصف أسمع لأن سبحان الله شخص يسأل ويجاوب ثم نعطيه الجواب يروح يردك في الجواب سبحان الله عبد الله نجيبان صلاة المنفرد خلف الصف هذا سؤالك لا تصح إلا لعذر اكتمل الصف أو ما في مكان كما لو تم الصف ولم يجد فرجة فيه أنت الآن صف مكتمل يصير تصلي ورا ولا ما يصير 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 ف
فهو قال لا ما يصير، يعني ايش بيسوي؟ ينطر ما يخلص الجماعه؟ لا بس برضه هي يقدر يصلي جنب الامام، يقدر. زين اذا كانت الجماعه اثنين فاكثر فيقف الامام امامهم فقه وقران وتوحيد، لازم هو كله فتوى في نص الصلاه هذه بعد الصلاه عشان الكل. هو بعد انت سالت ابي متاكد الحين مثل الحاله هذه احنا نترك مسافه واحد عشان نقدر عشان يمر صح عادي يصلي واحد الحاله ورا حتى لو كان في مساحه صغيره وين يصلي؟ يعني الحين مثل صالح يعتبر تم الصف لأنه صار ممر حق الناس. أحس ما أدري يعني بس أجر له إنه يصلي وراء الحالة ولا يسد الصف. هذه أصلاً الموقع عشان المسجد الموجود المسجد الموجود ترى قبل أيام صار الصفوف من يعني كله. أقول لكم صالح الوضع الموجود تعرفون المسجد شلون وضعيته هذه هني صح؟ الأصل في باب المسجد إنه يكون وين؟ وراء. إيه فأنتوا فاهمين الوضع هني شلون صاهر؟ فيعني مشوا الوضع يعني بعدين تفهم. نعم هنا مجبور. طيب انت فاهم حسيت انا بتقول خلاص فهم بس خلينا نفضل صفحة 90 خلاص كنت بيكمل بس ما كملت لها فاهم الدسلسي يقول سم القبلة يقول بغير قبلة فكر زي غير القبلة عشان يجي الباب ورا استعد فكر يا خلاص باكر الشباب المحراب ان شاء الله استغفر الله يا سم يا لم يكن الله كمل صوب اليمن علشان باب الجوار. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا كفى عليك العزم ولا ليهديهم سبيل ليهديهم سبيلا شكرا طلاب تعلمون قاعد والله اني ارفع راسي والله ارفع راسي فيك والله لا ما شاء الله عليك الله يسلمك تفضل بلج بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما خلي اكمل عيدك بعد صالح خلي اكمل الذين يتخذون نخلص الذين يتخذون الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فين وصل؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا سك الله خير الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيبهم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم فالله ايش فيك فصلت على ترقيق فالله اخ قبل شوي انت تقول بالله لا بقول لك عادي انا اقول بالتنبيه اي تمام اسمح لي إذا كان قبل لفظ الجلالة فتحة أو ضمة تفخم الله مثل هذه فتح من الله طيب اللي قبلها فتحة طيب فتحة وهذه فتحة لا ايه؟ اللي قبلها شنو لم يكن الله ايه كسرة, كسرة. لا هذه كسرة لا فتحة ما ليش آخر حرف اللي قبلها ما تعرف إذا كانت لحظة كسرة أو ياء ضيعت خلنا نوصل الترند لحظة ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا
ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللي فوق التاء الحين اقدر اوقف عليها القي ها قيامته مثلا اقدر اوقف اللي شوف هما عندك الوقف التام اللي تيك ميم مقطوعه قلنا عنها في واحده هنا شوف الحين بعطيك واحده شنو لا استغفر الله ما عليه مو مقصوده المهم قاعد ندور على والله يا جماعه ان في هني في شيء في صوتي بدل ما اسوي كذي طلعت مع ال خلنا ان شاء الله نصدق زين عشان نطلع في شيء شوف صفحه 97 شباب آية 118 صفحة 97 ما عليه 97 فتحتوا آية 118 لعنه الله شوف اللي على لفظ الجلالة ميم هذه يقصد فيها شنو يا شباب يعني وقف لازم ما يعني تقدر توقف اي لا بشرح لك الآن يوم القيامة ايش مكتوب على يوم القيامة قلي قلي يعني الوقف أولى يعني إذا وقفت أفضل فهمت؟ وإذا تقدر تكمل؟ وإذا تبي قيامتي لا إيه؟ لا لا بشرح له الوقف أولى يعني تقعد يعني قلت فالله يحكم بينكم يوم القيامة توقف من وين تبتدي بعدين؟ ولن أحسنت هاي وقف أولى زين إذا لقيت صلي صاد لا مثلا وين موجودة صلي دوروا لصلي شباب صلي ها؟ هذه شوفها في آية 146 أيوة صلي المؤمنين شوف على المؤمنين ما قلت اي الاصل انك ما توقف لكن لو وقفت اكمل من تقدر تبتدي عاد لا تقدر تبتدي بعد تقدر من فهمت الحين أيوه. ايضا عندنا شغله لا ايوه لا هذه ايوه شنو لا يعني تقدر يعني الوقف قبيح يعني لا تقف يعني الوقف قبيح وقف القبيح لا اذا لقيت اي وقف يعني اذا وقفت عليها قد تغير المعنى فالاصل تلقاها في سوره المدثر هي في نفسها الحين بعطيك بعطيك واحده عشان بس نكون واضحين شوف افتح سوره صفحه 576 576 سوره المدثر انزين 576 ايوه طب دقيقه بالله انا دخلت على الفارس ايوه ايه كم عاد نطروني عاد مخي مو لهالدرجه مجمع كامل يعني انتم شو حافظون رقم الصفحات الحين الايات اذكروا الله يذكركم ما شاء الله الله يرزقني يا اخي ما شاء الله تبارك الله لا اله الا الله طيب اذا جت سين فوق ايش معناتها؟ السين هاي تلقاها في صفحه 578 ايوه فوق في ايه 27 نعم إيش؟ وقيل من راق يسمونها السكت سكت ايه في فرق بين الوقف والسكت ركز معي يا عبد العزيز نعم شوف 578 ايوه هذه اذا وقفنا اذا لقيت قاف قلي جيم حرف الجيم ايضا وقف صلي قلي ميم توقف تاخذ نفس وتكمل الايه بعدها صح هذه اذا لقيتها ما تاخذ نفس سكت تقول وقيل من راق وقفت لازم تاخذ نفس لا لا بدون نفس من راق من راق يعني كيف يعني تخيل بدال السين موجود جيم او قلي او صلي بقول وقيل من راق مثلا لكن هني في سين يعني سكت وقيل من راق فهمت يعني توقف سكت بدون شنو بدون ما تاخذ هواء في ايضا موجود هني صفحة 585 مشكلة الطبع اللي عندي غير ترى في بعض المصاحف يختلف اللي مدققين في المصحف
يعني الحين قليل هذول الحروف السين لا لا موجوده موجوده وايد السين قليل اي هلك عني سلطانية انا في واحدة هني في سورة الحاقة صفحة 567 موجودة واحدة آية 28 567 آية 28 شوفوا دقيقة سين صح ما أغنى عني مالية هلك عني عرفت شلون؟ أيوة فهمت الحين وضحت يا شباب؟ وضحت وضحت الله يتذكر خلاص تقدر تروح في فرق لا في بس عشان أشرح بعد عشان لا يخبطون الشباب لما تفتح بلا افتحوا معي صفحة 97 افتحوها وخلوا يدكم عليها وخلوا يدكم عليها وافتحوا كذلك صفحة 97 ها ايوه افتحوا صفحة 585 585 انزين في صفحة 97 فتحتوا كلكم اول شيء 585 لا ايه 5 كم 585 585 585 ايوه سورة عبس ايوه تمام خلوا يدكم عليها وخلوا يدكم على صفحة 97 حلو؟ حلو انزين في صفحة 97 خلوا يدكم صبع على 118 آية 118 حلو انزين وفي عبس خلوا صبعكم على 23 على 14 انزين معاي شباب؟ حلو هو عدم مطهر ايوه هني الميم موجودة فوق لفظ الجلالة صح؟ صح هاي ايش قلنا شنو تفيد؟ هذه سكت لازم غلط لا لا مرفوع ميم وقف لازم وقف لازم مو سكت لازم وقف لازم ايوه وقف لازم زين موجود هني مرفوعه مطهره في ميم صغيره هذا ادغام 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 بغن ادغام مطهره لعن الله مطهره بايدي لا اللي بيصلها يكون ادغام بغن مطهره مطهرات مطهرة بأيدي قلنا حروف الإدغام فيها باء يرملوا يا أخي لا يا لعنه الله لا ما في مرفوعة مطهرة آية 14 في 585 فيها ميم صغيرة صح؟ زين هذه شنو؟ مطهرة لازم نجيب شيء هنا هو قال إدغام حبيبنا سعد هذه إقلاب وليست إدغام حرف الميم يفيد شنو؟ الإقلاب إذا تفتحون آخر المصحف يا شباب في احكام وهذه اختصار حق الحروف حرف قصدك حرف الكاف والحرف الطاء والميم اي هذه اشياء مختصره كاتبينها علامه الوقوف موجوده اي حرف اللام تفيد النهي علامه الوقف اللازم نحوه ايوه وجيم علامه الوقف الجائز ايوه جواز مستوى الطرفين ايوه وصلي صلي علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى يعني إذا وصلت أفضل وصل وقلي الأول أولى قلي علامة الوقف أولى أيوه إيه زين الثلاث مع نقاط مع كون الوقف أولى أيوه وفي ثلاث نقاط اللي هم إيه؟ ستة هاي التعامل هاي وين نلقاها يا شباب العلامة إيش شوفوا آخر شيء في سورة البقرة نفتح ثاني صفحة في القرآن كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إيه شوفوا هاي سالفتها فيها ثلاثة أحكام يا شباب واحد إما أنك توصل الآية كلها بدون ما توقف على ولا شيء مثلا تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا الوجه الأول الوجه الثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وجه الثالث ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شو الفرق بينهم ما توقف الاول ما وقفت ابد ما وقفت الثاني وقفت واحده والثالث ترك الثالث مثل الثاني ما وقفت الا واحده لا ايوه بس في فرق شنو نعم سدبان ولازم الله يكبرنا والله شو اسلم زين علامه التعانق يعني يا انك توصل على الجميع وما توقف يا انك توقف على واحده والثاني توصلها
أو أنك توصل على واحدة والثانية توقف عليها. شوفوا مرة الوجهين الثانيين. أول واحد: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه واحدة. الثاني: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الوجه الثالث: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هاي تعال فهمتوا؟ هاي بعض من أحكام الله. وشو؟ نطفي ماي كذا. والله يا ماي. طفي ماي. لا لا مو ماي. جبت ليد. بيض الله وجهك الله يجزاك الخير. الله يسلمك. جرأت أنت. زين عشان بس نكمل الصفحة. خلاص. ذبان يا أخي ذبحنا. لا لا تب تنام هنا. وين تنام؟ أقرب. إيه تم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا ها؟ لا إن المنافقين. إن المنافقين أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وهو خادعهم. شنو الغلط اللي نقع فيه كلنا؟ قرأت قالوا وهو. أيوة. وهو. إحنا نقول أغلبنا لما نشوف الواو والهاء والواو نقول ما نقول وهو نقول وهو. وهو. لذلك حتى تنطق الهاء صحيحة تعطيها الدفاع هوا أكثر تقول وهو كذي. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اسمع إيش اللي بعدها. مذبذبين. أيوة يعني مذبذبين يعني حائرين. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. جزاك الله خير الحجازي. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. جزاك الله خير. أذونك حمرة ليش؟ أعتقد نامس أو سخونة. حمرة وايد. صح. يا مع السخونة يا مع النامس. لا لا فيش. هذه حمرة؟ أيوة كلها. يعني سخونة. ما مستعان. لا إن شاء الله. لا بس طول. أكمل. إيه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء
فإن الله كان عفوا قديرا. كمل ولا نقرأ عشان إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. محسن. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم ورسله لم يفرقوا بين ولم يفرقوا حاول محسن تتغنى بالقرآن ولم يعني مثلا والذين كفروا مثلا والذين آمنوا بالله يعني فرق بينها وبين قراءة الشيء العادي يعني والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتيهم أجر أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ميثاقًا غَلِيظًا الغلط عندك شنو؟ ميثاقًا غلط يقول ميثاقًا غليظًا على طول ميثاقًا غليظًا ميثاقًا غليظًا ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا غن هاي غلط قا لا 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 شوف لا انا اركز على غن هذه ما ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا ايوه شفت شلون في فرق صح ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا لا تقول قن غليظا ميثاقا غليظا لا محسن ميثاقا غليظا قاف لا مو على القاف بعد التنوين ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا غلط ميثاقا غليظا الغلط فين انت تقول يوم تقول ميثاقا هاي غلط ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا يعني يوصلها على طول ولا برضه مره ثانيه اعطنيها شوي ميثاقا غليظا شوف ميثاقا غن انا اقول قاف مو غا ايوه اي ما لنا شغل بالغين ولا بالقاف انا علي شغل بالتنوين الغنه اللي تطلع على ايش على اي حرف
اللي بينهم الألف اللي بعد شوف قاف. الألف والغين بينهم أنت قاعد تسوي شيء أيوه اللي هو إيه اللي تسوي إدغام أنت أو إخفاء الأصل فيه إظهار يعني تظهر الحرف فتقول ميثاقا غليظا هذا الصح إيه هذا الصح ميثاقا غليظا بس ما أيوة. فيها وقف بس ما توقف أنا قاعد أوقف عشان أراويك ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا أيوه آه يعني كانها نون في الأخير التنوين أنت كنت تقول ميثاقا غليظا أي ميثاقا غليظا أيوة هذا أنا تبي تقرأ تقرأ عادي لا اقرأ أنت أنا ترى منتهي أنا كم أقرأ اقرأ اللي تبي ما عندي مشكلة فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذناهم الربوة وأخذهم الرب وأخذهم الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً